وزيرة خارجية سلوفينيا، وسعيد بأنها تزور القاهرة للمرة الثانية خلال فترة وجيزة، بالإضافة إلى زيارتي خلال 6 أشهر الماضية إلى سلوفينيا لاستمرار دفع قدم العلاقات الثنائية القوية التي تربط بين البلدين. مصر كانت أول دولة عربية وإفريقية تعترف بدولة سلوفينيا عندما استقلت وأقامت تمثيل دبلوماسي، ونعمل على توثيق العلاقات في النطاق السياسي والاقتصادي والثقافي. عقدنا خلال زيارتي لسلوفينيا الجولة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة، ووضعنا عدد من الاتفاقيات فيما بين البلدين في مجالات مختلفة للتفاوض، وإن شاء الله اتفقنا على تسريع المفاوضات حولها حتى يتم توقيعها خلال لقاء آخر يجمعنا. في الحقيقة أثمن كثيرا مواقف سلوفينيا المبدئية إزاء القضايا في المنطقة العربية، وخاصة إزاء القضية الفلسطينية، إزاء الأوضاع والحرب الإسرائيلية على غزة. اتخذت سلوفينيا مواقف مبدئية متسقة مع مبادئ القانون الدولي، مع المبادئ الإنسانية، أنها كانت من الدول اللي طلبت بشكل مبكر لوقف إطلاق النار، ضرورة اتخاذ الإجراءات لحماية المدنيين ودخول المساعدات، رفض قضية التهجير للشعب الفلسطيني عن أرضه. وتتخذ هذه المواقف سواء في إطار الاتحاد الأوروبي أو في إطار عضوية سلوفينيا في مجلس الأمن، صوتت لصالح القرارات الجمعية العامة، وأيضا مؤخرا صوتت في مجلس الأمن لصالح قبول دولة فلسطين كعضو كامل في الأمم المتحدة. فأنا بثمن هذه المواقف، وهي أرضية من المبادئ تجمعنا وتوثق العلاقات فيما بيننا. تناولنا خلال مباحثاتنا المفردة والموسعة كافة أوجه العلاقات الثنائية، وأيضا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. طبعا تركزت معظم المباحثات حول الأوضاع في غزة وما وصلت إليه من تدخل الآن عسكري ترفضه البلدين في رفح لما قد ينتج عنه من أضرار بالغة فيما يتعلق بالمدنيين، وأهمية التوصل إلى وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن. ورغم أن جولة المفاوضات الماضية لم تأتي بهذه النتيجة، فمرة أخرى هناك ضرورة للوصول إلى وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن حتى نحتوي هذه الأزمة وما أتت من تداعيات في توسيع رقعتها في المنطقة، سواء إزاء البحر الأحمر أو الأعمال العسكرية اللي تمت فيما بين إسرائيل وإيران. كلها أمور لها مخاطرها، لها انعكاساتها السلبية على الأمن والاستقرار في المنطقة. تحدثنا أيضا فيما يتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية، وأيضا التعامل معها على أسس من المبادئ المتصلة بميثاق الأمم المتحدة، ومتابعة هذا الأمر وبذل كل من البلدين الجهود الممكنة لاحتواء الأزمة ووقف الحرب والتوصل إلى تسوية سلمية لهذا النزاع. مرة أخرى برحب بمعالي الوزيرة، سعيد بزيارتها، صديقة عزيزة، نتطلع للفرص القادمة للعمل معها. شكرا. شكرا جزيلا.